السلام عليكم متتبعي قناة كوثر زين، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال باذن الله. اليوم غادي نوجد معكم واحد الطبق كيجي رائع مشكل على هذا الشكل هذا بخيضات ديال الدجاج محمرين في الفرن. تبعوا معايا المقادير وطريقه ديال التحضير. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديروا لايك للفيديو ويلا معايا نكتشفوا الطريقه. اذا بالنسبه لمقادير تحضير هذا الطبق، ان شاء الله غادي نحتاج عندي هنايا فخيضات ديال الدجاج، كميه كتبقى حسب الرغبه. عندي هنايا بصله كبيره مشلضه، غادي نحتاج تقريبا جوج معالق كبار ديال القزبر معدنوس، غادي نحتاج كذلك نص حامضه صغيره مصيره باللب ديالها، نحتاج القليل من الكولورون او الملون الغذائي او الزعفران. عندي هنايا حبه من الثومه، عندي هنايا محكوكه، القليل من الابزار تقريبا معلقه صغيره مع مرش من الابزار، عندي هنايا تقريبا معلقه صغيره من الخرقوم البلدي مع مرش، كذلك معلقه صغيره من سكنجبير، وعندي الملح تيبقى حسب الاذواق. وفي الاخير غادي نحتاج تقريبا نص كاس ديال الماء. اذا ننتقل مباشره لتحضير هذا الطبق ان شاء الله. اذا هنا غادي نبدا ان شاء الله، غادي ناخذ الكوكوط او اي قدر غادي تطيبوا فيه. غادي ناخذ الماء، غنصب تقريبا كما قلت لكم نص كاس ديال الماء. غنبدا نضيف التوابل، غندير زيت الزيتون، سمحوا لي ما ذكرتهاش قبيله مع المقادير. غنضيف تقريبا هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الزيت، تقدروا تعوضوا زيت الزيتون بزيت المائده. هنا غادي نضيف الابزار، غادي نضيف كذلك الملح والخرقوم البلدي، كذلك سكنجبير، نضيف الثوم، عندي حبه او فص من الثومه يكون شويه كبير، وتحكوه. غنضيف كذلك قزبر معدنوس، ومنساش الملون الغذائي. وهنا غادي ناخذ الحامض مصير، ناخذ اللب ديالو، نحاول ما نديرش العظام ديال الحامض باش ما يطلقش ليا المروره. كنذكر هنايا عندي تقريبا نص حامضه مصيره تكون صغيره. صافي غادي نحرك كلشي باش ينسجم هذا الخليط مع بعضياته غير بحال هكذا. صافي دابا غادي ناخذ الدجاج، فخيطه ديال الدجاج، وغادي نستفهم هكذا في هذا الشرموله اللي درنا. صافي كنشرمل الفخيطه ديال الدجاج مزيان في ديك الشرموله اللي وجدنا، كتدخل ديك الشرموله مع اللحم ديال الدجاج وكيتنسمو جيدا. هنايا خديت الكوكوط ديالي او الطنجره حطيتها على النار. صافي غادي نخلي الشرموله والدجاج ديالي يتحمس مزيان، ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله باش غادي نضيفوا باقي المكونات. اذا البنات بعد ما تحمس ليا هاد الدجاج هذا مع ديك الشرموله، دابا غادي نضيف البصله. عندي هنايا بصله كبيره مشلضه،
هانتوما البنات كيف كتشوفوا، بعد ما قررت نطيب ليا هاد المريقه ديالي وهاد الخيطات، غادي ناخذ شويه ديال الزعفران الحر، غادي نديرو هنايا في يدي وغادي نحكو وغادي نرميه فوق هاد الخيطات. صافي، غادي نخلي الخيطات ديالي يكملوا الطياب ديالهم ونرجع لكم. البنات هنايا كناخذ الخيطات ديال الدجاج اللي طيبت، كنستفهم هكذا في شي صينيه او شي صينيه، هكا غادي تدخل الفرن بهذا الشكل هذا. بحال هكذا كنقادهم، وهنايا غادي ناخذ الزبده وغادي ندهنهم من الفوق بالزبده باش يتحمروا يعطوني واحد اللون، وفي نفس الوقت كيجيو فتيين بحال هكذا. صافي، كندهنهم جيدا، كنستمر انا على هذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نتلاقاو ان شاء الله، غادي نديرهم في الفرن يتحمروا من الفوق ومن التحت ونرجع لكم. اذا البنات كيف كتشوفوا هكذا كيجي الطبق ديالنا اللي حضرنا اليوم، كيجي رائع مشكل لذيذ بزاف. انا هنايا قدمته مع القليل من الفريت اللي كنكون قليتها وشويه ديال السلطه هكذا في الجناب، والمرق انا هنايا درته في زليفات هنايا قديته من الوسط. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، الى عجبكم سجلوا الاعجاب ديالكم بالضغط على الزر ديال لايك. ناس جداد مرحبا بكم والف مرحبا في القناه، بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو، فعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم اي فيديو نزلت على القناه. كنتمنى يكون هذا الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنساوش تخليو ليا كومونتير زويون، تابعوني على الصفحة ديالي في الانستغرام ماشي هو كوثر الزعيم، وبسلام عليكم حتى فيديو جاي ان شاء الله.